يشرفنا الآن من العاصمة الروسية موسكو السيد ديمتري بريجع الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك سيدي الكريم. كنت قبل قليل أتحدث عن تفاصيل الانتخابات الرئاسية الروسية وذكرت أنه قد تكون هناك جولة إعادة للمرشحين اللذين يحصلان على أعلى نسبة من الأصوات. إذا لم يحسم مرشح بعينه هذه الانتخابات من الجولة الأولى، ثم أحسست أن هذا كلام بعيد جدا عن الواقع سيد ديمتري، جدا جدا يعني، الرئيس بوتين سيحسم الأمر ومن الجولة الأولى، أليس كذلك؟ تحياتي لكم لدى المشاهدين. اعتقد بكل تاكيد يعني الان مركز عموم روسيا للراي العام يقول بان فلاديمير بوتين سيحصل على ما يقارب 83% من مجمل الاصوات، والمرشح من حزب الديمقراطي الليبرالي سلوتسكي ما يقارب على 5%، ومرشح من الحزب الشيوعي الروسي سوف يحصل على ما يقارب ايضا 6%، ومن حزب الناس الجدد سوف يحصل على ما يقارب 6%. فيعني مجمل يعني الأصوات التي سوف يحصل عليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوف تكون من المناطق الريفية، ليس من يعني فقط من العاصمة الروسية موسكو وسان بطرسبورغ، بل أيضا الأصوات تكون عادة الداعمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحزب الحاكم حزب روسيا الموحدة. شعبيته الأكثر هي عند أصحاب الياقات الزرقاء سيد بريجع. نعم بكل تأكيد، وأيضا الدعم من الجيش، لأن سوف يتم السماح من يعني الجنود المتطوعين في القوات المسلحة الروسية وفي العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في التصويت في الانتخابات الرئاسية. ولا ننسى بأن هناك أيضا التصويت سوف يكون في المقاطعات الأربع وشبه جزيرة القرم، يعني المقاطعات الأربع سوف تعطي عدد كبير من الأصوات لصالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لا ننسى بأن تم ضم هذه المناطق بعد الاستفتاء الذي حدث فيها في عام 2022، وهذه المناطق أصبحت جزء من الاتحاد الروسي وهناك مجالس محلية. طيب في هذه النقطة أنا أحب أن أفتح قوسا وأن أسألك سيد ديمتري، في هذه المناطق بالطبع سكان من غير الأصول الروسية، ما وضعهم؟ زاباروجيا، دونيسك، خيرسون ولوغانسك، نعم هناك جزء من لديهم أصول أوكرانية ولديه جزء كبير من القومية الروسية. وضعهم طبيعي كما مجمل المواطنين في هذه المقاطعات الأربعة، يعني لا يتم منعهم في النشاط السياسي. نعم كانت هناك بعض المشاكل وحتى الحكومة الروسية اعترفت ذلك، كانت هناك بعض اللقاءات من يعني المجالس المحلية لهذه المقاطعات الأربعة بأن كان هناك نوع من رفض المجالس الحالية التابعة للاتحاد الروسي والحكومة الروسية، وكان هناك بعض المشاكل مع بعض المواطنين الذين يدعمون يعني أوكرانيا، ولكن عددهم بقليل وفق الاستفتاء الذي حدث فيه غالبية المواطنين الذين يعني صوتوا لصالح أن تكون هذه المقاطعات الأربعة دونيسك، زاباروجيا، خيرسون ولوغانسك جزء من الاتحاد الروسي وفق القوانين الروسية، فأصبحت لها تمثيل في يعني المجلس الروسي او مجلس الامن الروسي. فواضح ان يعني هذه المناطق ايضا سوف يكون لها النصيب الاكبر في تصويت لصالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسياساته. طبعا السياسات الحاليه هناك تجد في السياسات لحل المشاكل المتعلقه ب يعني الرواتب ودعم المناطق الريفيه ودعم المدن التي المناطق التي تم ضمها للاتحاد الروسي لإعادة الإعمار فيها والاستثمار فيها، وأيضا يعني دعم عائلات جنود الذين هم في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا للحصول على الدعم المالي وأيضا على الرواتب لجنود العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وأيضا حل المشاكل المتعلقة بالاقتصاد في الداخل الروسي. لا ننسى بأن تم فرض عدد كبير من حزم العقوبات على روسيا وعلى الشركات الروسية، وروسيا الآن يعني الغرب يحاول عزل روسيا عن الاقتصاد الدولي. هناك أيضا فرض عقوبات على البنوك الروسية وعلى نظام سويفت، ما بكل تأكيد سبب مشاكل كبيرة للنظام الداخلي البنكي في روسيا. ولكن يبدو بأن يعني الآن الإصلاحات والحكومة الروسية تعمل على إصلاح هذه المشاكل عبر الدول الصديقة وبالطبع لروسيا. سيد ديمتري، روسيا كبيرة لدرجة أن تركيعها مستحيل، يعني هذا هو قانون
تاريخي نعرفه بوضوح حتى في الحرب، انظر الحرب العالمية الثانية ما الذي حدث. لكن السؤال هو، هذه هي المرة الأولى التي تجرى فيها الانتخابات على مدار 3 أيام، هل لأن إدارة الرئيس بوتين تريد إقبالا شعبيا كبيرا يمثل دعما لسياساته ووقوفا خلفه في ظل هذه التحديات الكبيرة؟ بكل تأكيد أعتقد نعم، لا ننسى بأن الحكومة الروسية أدخلت التصويت عن بعد الذي يسمح لحتى المواطنين في مناطق مختلفة في روسيا، العاصمة الروسية موسكو سان بطرسبورغ وغيرها، التصويت في البيت عبر المنصة الحكومية، وهذا الشيء سوف يزيد عدد الناخبين وعدد المصوتين في هذه الانتخابات في المجمل، و يعني سوف يغير حتى نمط التصويت. لأننا ننسى في السابق كان عدد أيام التصويت يوم واحد فقط، وكان هناك يعني لا ليس بإقبال كبير على الانتخابات. الآن هذه الانتخابات هي تم تسهيلها من ناحية التصويت، التصويت عن بعد هو إدخال تكنولوجيا البلوك تشين وتشفير المعلومات المصوتين في هذه الانتخابات. نعم هناك من انتقد التصويت عن بعد في داخل الروسي، لأن لا يمكن فهم هذا النظام التصويت عن بعد كيف يعمل بطريقة يعني بطريقة معينة، ولكن يعني هناك إقبال لدى عدد كبير من المواطنين في العاصمة الروسية موسكو للتصويت عن بعد في هذه الانتخابات، ما قد يزيد عدد الناخبين ويحسن حالة الانتخابات. ويعني بكل تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد أن يعطي انطباع بأن هناك عدد كبير من المواطنين يدعمون السياسات، وهذا الشيء مهم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولإدارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحتى لمجلس الدوما الروسي، لأن يكون هناك فهم للداخل الروسي عن الوضع الحالي في الداخل الروسي، لأن أعتقد بأن هذه الانتخابات يمكن القول هي أكثر كاستفتاء لسياسات رئيس الروسي فلاديمير بوتين الخارجية والداخلية. طبعا السياسات الخارجية الآن قد نراها، نرى بأن مزيد من التصعيد سوف يحدث مع الغرب، لأن يعني حتى في برنامج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث عن الانتصار في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وانتصار أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وهناك تقدم روسي ميداني لا شك في ذلك سيد ديمتري. نعم كنت أقول لك إن هناك تقدما روسيا ميدانيا هناك على الحدود مع أوكرانيا لا شك في ذلك، وحتى الرئيس الأوكراني زيلينسكي اعترف بذلك. لكن دعنا ننتقل مرة أخرى لتلك الاتهامات المتبادلة بين الدب والنسر، بين روسيا وأمريكا بشأن التلاعب والتدخل في الانتخابات إلى آخره. الاستخبارات الخارجية الروسية قالت بوضوح إنه أمريكا تحاول التدخل وهي مستمرة في ذلك. المفارقة أن الرئيس بوتين بنفسه تدخل في الانتخابات الأمريكية حينما قال بدهاء رجل المخابرات المحنك إنه يفضل بايدن، لأنه يعرف أن الناخب الأمريكي سيكره من يفضله بوتين. سيد ديمتري أمر لطيف جدا. يعني بكل تأكيد يعني الآن هذه الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية التي هي مهمة يعني الإدارة الحالية إدارة جو بايدن وحتى للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لأن الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب يتحدث بأن سوف يتم وقف الدعم لأوكرانيا إذا ما وصل هو للسلطة، وسوف يتم إعادة يعني حسابات الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الملف الأوكراني. وواضح أن أيضا الانتخابات الرئاسية في روسيا هي مهمة مرتبطة بالملف الأوكراني والأزمة. لكن سيد ديمتري هل تتفق معي في أن الرئيس بوتين يجاهر بدعمه لجو بايدن لكي يدعم دونالد ترامب؟ هو روسيا لا تدعم الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، ولكن يعني بكل تأكيد بقاء جو بايدن لن يغير شيء في السياسات الأمريكية في نهاية الأمر. يعني الآن حتى المعلومات التي نراها من الولايات المتحدة الأمريكية من وسائل الإعلام الأمريكية تتحدث بأن يعني الولايات المتحدة الأمريكية تفهم أن أوكرانيا سوف تخسر مزيد من الأراضي في الأشهر القادمة. يعني حتى روسيا تحدثت عن ذلك في السابق، روسيا قالت لأوكرانيا بأن تذهب للتفاوض، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقبل الشروط الروسية ويتفاوض مع روسيا لكي لا يخسر مزيد من الأراضي. يعني الرئيس السابق للاتحاد الروسي ديمتري ميدفيديف قال أن
يمكن حتى ملف ان يكون هناك ضم لاوديسا، يعني هذا ما كان هناك من يعني خطابه للاعلام الروسي. فواضح ان الان يعني الانتخابات الامريكيه ايضا سوف يكون لها دور مهم في الازمه بين روسيا والغرب، بين روسيا والحلف الشمال الاطلسي والملف الاوكراني. لا ننسى بان يعني اعتقد ان اذا ما تغيرت الاداره الحاليه لاداره جديده قد نرى ايضا تغييرات في السياسه الامريكيه الخارجيه تجاه اوكرانيا. واذا بقى جو بايدن فايضا يعني في نهايه الامر يعني اعتماد اوكرانيا على الحصول على دعم من الدول الغربيه هو رهان فاشل، لن يعطي اي نتيجه لاوكرانيا ولن يعطي اي نتيجه للرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي. لكن بالطبع حينما يصل ترامب الى سده الحكم في البيت الابيض الصنبور سيغلق يا سيدي، يعني المساعدات التي بلا حدود التي تقدم لأوكرانيا ستتوقف، وهذا سيؤدي تلقائيا كما قال زيلينسكي مرة أخرى إلى انهيار الدفاعات الأوكرانية. سيدي الكريم أشكرك شكرا جزيلا السيد ديمتري بريجع الكاتب والباحث السياسي الذي شرفنا من موسكو.